مساء الخير مشاهدينا أينما كنتم. حديث المساء من قناة يمن شباب، نستهله بأهم الأخبار التي نبدأها بأهم العناوين. عاصفة الحزم تكثف من غاراتها في يومها 14 وتستهدف قيادات حوثية بصنعاء. احتجاجات شعبية ضد الحوثيين في الشمال والمقاومة تحاصرهم في الجنوب. ودعم لوجستي أمريكي لعاصفة الحزم، وإيران تستنفر قواتها العسكرية في المياه الإقليمية. أهلا بكم. شهدت العاصمة صنعاء ومدينتي تعز وإب فعاليات جماهيرية مؤيدة لعاصفة الحزم ومنددة بالعدوان الحوثي على المدن الجنوبية. وجابت شوارع مدينة إب تظاهرة حشدة طالبت ميليشيا المخلوع والحوثيين بالانسحاب من المدن اليمنية وإيقاف الحرب التي تشنها على المدن الجنوبية. المسيرة طالبت أيضا بسرعة إطلاق السياسيين لدى جماعة الحوثي والتوقف عن استهداف حرية الرأي والتعبير. وتشهد محافظتي إب وتعز منذ أيام حراك قبلي تمكن من تطهير بعض المناطق من التواجد الحوثي. وفي مدينة تعز تواصلت الفعاليات المنددة بجرائم المخلوع والحوثيين في المدن الجنوبية، وأشاد المتظاهرون بما وصفوه بالملاحم البطولية للمقاومة الشعبية في عدن والضالع وكذلك في شبوة وحضرموت وأبين ولحج، كما جددوا تأييدهم لعاصفة الحزم الداعمة للشرعية الدستورية. هذا وشهدت العاصمة صنعاء وقفة نسوية نددت بالجرائم التي ترتكبها ميليشيا المخلوع والحوثيين بحق اليمنيين في جنوب الوطن وشماله. وأشاد بيان عن الوقفة الاحتجاجية بصمود المقاومة الشعبية في المدن الجنوبية التي قال إنها تصدت ببسالة لقوى التمرد والعنف والإرهاب. تابعت حركة كفاء بشكل دقيق الأحداث الدامية والانتهاكات الجسيمة التي تحدث في اليمن بشكل عام وفي جنوب الوطن بشكل خاص، والاعتداء الصارخ على أبناء الوطن المسالمين بشكل همجي ولا مسؤول. ونوجه من هنا من وقفتنا من ساحة التغيير رسالتين: الرسالة الأولى إلى أهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا في جنوب الوطن، قلوبنا معكم وأرواحنا فداء لكم، وكل ما نملك نضعه بين أيديكم والله معكم. الرسالة الثانية إلى ميليشيات الحوثي ومن يقف خلفهم من قوى الظلام والتي لا تريد الخير للبلاد، تصرفاتكم الرعناء من اختطافات وانتهاك للحرمات والتي لا يقرها لا دين ولا أخلاق، بل وتعتبر إهانة لقيمنا وأعرافنا اليمنية تصرفاتكم تلك الهوجاء تهدد السلم الاجتماعي، ونحن لا نقبل ولن نسكت، وسنتخذ كل الإجراءات المشروعة لوقف دوامة الأساليب الاستفزازية التي تجر الوطن لصراعات دموية لا قرار لها.
جددت الولايات المتحدة دعمها لتحالف عاصفة الحزم التي تستهدف الأسبوع الثاني متمردين على الشرعية الدستورية في اليمن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أمريكا تؤيد شرعية الرئيس هادي وتدعم جسديا ومخابراتيا تحالف عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين ومن أجل تسريع العودة إلى الحوار السياسي. تواصل مقاتلات تحالف عاصفة الحزم جوا وبحرا استهداف مواقع لميليشيات المخلوع والحوثيين في عدة مدن يمنية. الغارات التي تدخل يومها 14 قصفت منازل لقيادات حوثية في حي الجراف بصنعاء ومواقع عسكرية في همدان وأرحب شمال العاصمة وفي تعز وصعدة أيضا وكذلك في البيضاء والظالة. ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن سفنا حربية إيرانية تبحر إلى خليج عدن ومضيق باب المندب لتأمين خطوط الملاحة الدولية من القرصنة. الوكالة الإيرانية قالت أيضا إن القوة البحرية تضم الفرقاطة اللوجستية بوشهر البرزة وستعمل لمدة 3 أشهر على تأمين خطوط الملاحة البحرية الإيرانية في المياه الدولية الحرة. تواصل المقاومة الشعبية في المدن الجنوبية التصدي لميليشيات المخلوع والحوثيين التي تحاول منذ أسبوعين السيطرة على ميناء عدن والمنشآت في الجنوب. وقتل وأسر عشرات في هجمات للمقاومة الشعبية استهدفت تجمعات في عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع وفي منطقة هجدة. واتهمت مصادر حقوقية الميليشيا الحوثية بقصف الأحياء السكنية بالدبابات في عدن ولحج والضالع، الأمر الذي ضاعف من حصيلة الضحايا المدنيين وفاقم من معاناتهم الإنسانية. يأتي هذا في حين تحدثت مصادر في المقاومة الشعبية عن وصول تعزيزات قبلية من لحج وأبين لإمداد المقاومة الشعبية في عدن. بس البيوت اللي جنبه وللمزيد حول ما يجري في عدن معنا من هناك عادل بعشان. عادل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، بداية ما الذي يحدث في عدن الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في عدن لا تزال عدن تخط تاريخ نضال جديد حتى الآن. نعم. اليوم استمرت الميليشيات الحوثية وميليشيات صالح بالقيام بالاعتداءات في معظم المديريات. اليوم مديرية كريتر تحديدا شهدت مجزرة بمعنى هذه الكلمة. نعم. قصفت المنازل بالدبابات، قصفت المنازل بالمدافع. منذ الصباح الباكر أحرقت 5 منازل في منطقة عبد العزيز روش في مديرية كريتر. نعم. لم يسلم من القصف والقناصة، لأن عشرات المحلات التجارية اليوم أحرقت في مديرية كريتر. نعم. 5 منازل أحرقت. الأضرار بلا حدود، يعني سقط 3 شهداء اليوم. هذا طبعا على صعيد في مديرية كريتر. أيضا في المديريات الأخرى، في مديرية المعلى استمر أيضا القصف بالدبابات والقناصة على الأحياء السكنية والمواطنين. تم استهداف صوامع الغلال واحترقت جزء منها أيضا إنتاج القصف العشوائي. ما حصل أن الميليشيات الآن اتجه أنها تضرب في المدنيين. هناك قصف عشوائي يستهدف منازل المواطنين، هناك قصف عشوائي يستهدف منازل المواطنين بالدبابات بالمدافع بالهاولات. نعم. هناك مجزرة بمعنى الكلمة اليوم في عدن. نعم، بخصوص المقاومة الشعبية أين هي؟ في مديرية دار سعد استمرت الاشتباكات بين المقاومة الشعبية. نعم. في مديرية دار سعد المقاومة الشعبية اليوم استطاعت أن تحقق تقدم الحكم على حساب الميليشيات. نعم.
ولكن ايضا الميليشيات لا زالت قناصه يتمركزون في عده مناطق من هذه المديريه. هل هناك تقدم ملحوظ أيضاً؟ هل هناك تقدم ملحوظ للمقاومه الشعبيه، خاصه ان هناك تعزيزات كانت ربما وصلت الى عدن؟ ما حصل اليوم أن نتاج القصف الذي تعرض له الميليشيات من قوات التحالف، اضطرت الميليشيات أن تخرج من عديد مخابئها وانتشروا بين المواطنين وبين المنازل السكنية. المقاومة أيضا استطاعت اليوم أن تحقق تقدم، لا سيما في جبهة دار سعد، استطاعت أن تضيق الخناق على الميليشيات المحاصرة. الآن أنا أتحدث الآن، الميليشيات أصبحت محاصرة في منطقة بسيطة من مديرية دار سعد، ومديرية دار سعد تعتبر البوابة الشمالية لمحافظة عدن، هي محصورة في مناطق معينة، لكن عوضت عن ذلك بالقصف العشوائي على منازل المواطنين، على ممتلكات المواطنين، وما يعني وما تسببه هذا القصف من مأساة إنسانية. نحن نتحدث الآن، عدن تعاني مأساة بمعنى الكلمة. المياه في معظم المديريات أصبحت منقطعة. عدن محطات الكهرباء. هناك أزمة في المواد التموينية والغذائية. بخصوص السخط الشعبي وكذلك كيف يتعامل المواطنون مع هذه العصابات التي أتت من صعدة ومن جبال صعدة لكي تمارس الجرائم في شوارع ومدن عدن المسالمة؟ أنا أعتقد أن اليوم محافظة عدن تعيش لحظة توحد نادرة. كل التوجهات السياسية، كل الآراء، كل الأفكار ارتبطت اليوم في بوتقة واحدة، وهي العداء لهذا المشروع العنصري، وهذا المشروع المناطقي، وهذا المشروع السلالي القادم من أقصى شمال. لا يحصل اليوم أن كل المحافظة استطاعت أن تنصرف في تلك البوتقة الواحدة. هناك تذمر واضح من جميع فئات السكان، هناك تذمر لجميع الفئات من موظفين من عمال. أنا أعتقد أنه اليوم عدن بتوحدها حول مشروعها المدني استطاعت أن تقدم مثال مشتبه حتى بالنسبة للمحافظات الأخرى. لم تشهد وحدة مجتمعية كتلك التي تعيشها الآن. بإمكاننا أن نقول أن الرفض الشعبي والسخط الشعبي قد لا يسمح للحوثيين بالبقاء أبدا على تلك المحافظة. بالطبع ما يحصل أن الميليشيات لم تستطع الآن، رغم السلاح، رغم فارق الإمكانيات للتسليح، رغم قوة النيران حتى الآن، رغم استقصار حتى الآن باستهداف المدنيين، لكن نتاج السخط الشعبي في الشارع لم تستطع حتى الآن الميليشيات، رغم مرور ما يقارب 10 أيام من الحملة على محافظة عدن، لم تستطع أن تحقق تقدم إلا في مديريات محدودة وفي مناطق محدودة، وبالاعتماد على كثافة النيران فقط. إذن هذا طبعا يعلم بشكل رئيسي أن كل أبناء المحافظة هناك وجهة نظر موحدة تجاه هذا المشروع، هناك وجهة نظر رافضة لهذا المشروع، وهو ما أدى إلى أن الأمور طورت وأدى إلى أن أصبح كل الفئات مخالطة في إطار بوتقة واحدة ضد هذا المشروع. إذن عادل بعشان الناشط الحقوقي كنت معنا من عدن، شكرا على هذه المعلومات والإيضاحات. حمل وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد ما وصفه بالإرهاب الحوثي مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن. الشيخ عبد الله بن زايد وخلال مؤتمر صحفي قال أيضا إن عاصفة الحزم جاءت بعد رفض الحوثيين الحوار السياسي، مؤكدا حرص دول التحالف على عودة الأمن والاستقرار والشرعية في اليمن. مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير جدا ونعود بعده لمتابعة ما يدور في اليمن مع المحلل السياسي ياسين التميمي، وكذلك مع ضيوف آخرين سينضمون عبر الهاتف من عدة محافظات يمنية، فلا تذهبوا بعيدا.